بالحديث عن تفشي فيروس كورونا في العراق وغيرها من دول المنطقة، معنا هاتفيا من غازي عنتاب دكتور جمال سواس المختص بالأمراض الصدرية. مرحبا بك دكتور جمال. نبدأ من العراق، هناك حتى الآن 36 حالة اشتباه بإصابة 36 عراقيا في بغداد و 12 في محافظة نينوى بهذا الفيروس، كلهم كانوا قادمين من إيران والصين. ما مدى خطورة هذه الأوضاع في كل من الصين وإيران بالنسبة لحضانة هذا الفيروس؟ بس اسمح لي أصحح، أنا مدرس الصحة العامة والأوبئة في جامعة حلب واختصاصي الدم وليس لا صدري. ليس أمراض صدرية، إذن يرجى التصحيح. نعم تفضل. نعم. دكتور، في خطورة، لماذا؟ لأن الإمكانيات الفنية قليلة والوعي قليل، فلذلك الخطورة موجودة ويجب حجر صحي على كل القادمين من مناطق موبوءة، يجب تحريك الوعي المجتمعي للناس بحيث يتجنبوا المخالطة مع أناس مصابين، بحيث يرتدي كل مصاب بأعراض تنفسية كمامة، بحيث نغسل يدينا بالماء والصابون بعد المصافحة أو حين العودة إلى المنزل، بعد أن نكون قد لمسنا أسطح مختلفة قد تكون ملوثة والفيروس يبقى لعدة ساعات في السطوح. نعم. إذن هذه يعني أبرز الإجراءات الواجب اتباعها، ولكن مع عدد القادمين من الدول التي تحمل نسبة كبرى من هذا المرض، الصين وأيضا في إيران، هناك إجراءات، مثلا وزارة الصحة في العراق تفكر في إغلاق المدارس والجامعات لمدة مؤقتة بسبب هذا الفيروس، وزارة التربية قررت تمديد مثلا عطلة نصف السنة. هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية لتحجيم انتشار الفيروس؟ ليست كافية وليست مطلوبة. نحن هنا يعني شبه نعاقب البريء ونترك المذنب. الفيروس ليس مصدره العراق، مصدره من خارج الحدود. يجب إغلاق المنافذ وكسر حلقة العدوى عن طريق الحجر الصحي، عن طريق اتخاذ الإجراءات الفنية المنصوص عليها في حالات الأوبئة. أما إغلاق جامعة ليس فيها أي مصدر للوباء فليس منطقيا. يعني دكتور، المصادر تؤكد استمرار توافد الإيرانيين إلى العراق وتواصل هذه الرحلات الجوية وحتى البرية من وإلى إيران. يعني هل فتح الحدود مع إيران والتي تعد حتى الآن ثالث دولة عالمية في حضانة هذا الفيروس الجديد، هل يمكن أن تنجح معه الاحتياطات السابقة التي ذكرناها؟ لا يكفي فتح الحدود، خطأ. واسمح لي أن ألمح من طرف بعيد، ليس هذا هو الخطر الوحيد القادم من إيران. طيب، إذن ما مدى خطورة تفشي هذا المرض في العراق مع استمرار هذه الإجراءات في العراق من قبل المسؤولين؟ ما الإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار هذا المرض؟ في كلمة أخيرة تفضل دكتور. السؤال الأول، ما مدى الخطورة؟ الخطورة الأولى هي الرعب. الوباء ذهب إلى مدينة وقابله حكيم، قال له كم ستقتل؟ قال 10,000. حين عاد قال له لقد قتلت 100,000. قال أنا قتلت فقط 10 ومات 90,000 بسبب الخوف. الخطورة الثانية هي الخطورة الاقتصادية والمجتمعية. إغلاق الجامعات والكذا يؤدي إلى خسائر اقتصادية. الخطورة الثالثة هي حدوث وفيات، ولكن نحن في مناطقنا الحمد لله عندنا أسباب أخرى للموت كثيرة. إذن شكرا جزيلا لك من غازي عنتاب دكتور جمال سواس.